الحلقة الخامسة عشرة من فقه البيوع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا في الباب الأخير بنتكلم عن أسئلة هامة. الفصل السابع فيه أسئلة هامة حول الديون. بما أمر الشارع أصحاب المال؟ أمرهم بأمور. الأمر الأول أن يقرض المعسرين وليأخذ أربع جوائز. عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أدي أول جائزة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه. أدي تاني جائزة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يبقى دول أربع جوائز. إيه هم الأربعة؟ ربنا ينفس عنك كرب الآخرة وييسر لك ويسترك ويساعدك زي ما انت ساعدت أخوك. طيب الأمر الثاني، لو سدد لك الفقير المال، الراجل اللي محتاج سدد لك المال وبعدين رجع طلب تاني فلوس يستلفها تاني، أقرضه تاني. ليه؟ عشان تاخد جايزة زيادة فوق الأربعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. يبقى ربنا ييسر لك ويسترك ويعاونك وينفس كربك ويحسب لك المال اللي انت سلفته مرتين ده كأنك اتصدقت بيه مرة. الأمر الثالث اللي الشرع أمر بيه أصحاب الأموال، إن لو جالك واحد في موعده وبيطلب منك انك تنظره تأكله لانه لا يستطيع الرد، وانت عرفت انه صادق وليس عنده ما يبيعه فانظره. لو انظرت الراجل ده هتاخد ثلاث جوائز. قبل الحساب هتيجي في الظل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من انظر معسرا او وضع عنه اظله الله في ظله. الجائزة التانية في الحساب يتجاوز الله عنك. ايه الدليل؟ كان عن ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا: اعملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قال: كنت ادين الناس فامروا فتياني ان ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر. قال: قال الله عز وجل: تجوزوا عنه. وعن عبد الله بن أبي قتادة أن أبا قتادة طلب غريبا له فتوارى عنه. أبا قتادة بيدور غريما له أن واحد مستلف منه وبيسدلوش، فقال: إني معسر. الرجل ده ما وجده قال له: إني معسر. قال: آه الله. قال: آه الله. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. الجائزة الثالثة: كل يوم في الإنظار لك بكل يوم صدقة. يبقى أول حاجة رب قبل الحساب في الظل، ساعة الحساب ربنا يتجاوز عنك زي ما انت انظرت وتجاوزت عنه. تالت حاجة ان بيتحسب لك في حسناتك كل يوم صدقة، كأنك صدقت المبلغ ده كل يوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من انظر معسرا فله بكل يوم صدقة قبل ان يحل الدين، فاذا حل الدين فانظره فله بكل يوم مثليه صدقة. يبقى لينذر معسر في أول إنذار ليه كل يوم صدقة. طب لو جاهز بعد الإنذار ما خلص وجال معاد التاني مش قادر فأنذره مرة تانية، يبقى له بكل يوم مثليه صدقة. الأمر الرابع: من جاء في موعد الإنذار ويطلب منك أن تنذره مرة تانية انذره مرة تانية. ليه؟ لأن انت هتاخد الجوائز اللي فاتت دي كلها، زائد ان كل يوم لك اجريه اجره مرتين. رسول قال:
من أنظر محسرا فله بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين. فإذا حل الدين بتاع الإنذار ده فأنظره تاني فله بكل يوم مثليه صدقة. الأمر الخامس، لو عرفت أنه هو مماطل بقى وأنه هو عنده لي ولا تستطيع إنذاره، فاطلب جلسة شرعية ولا تتركه حتى تأخذ حقه. أي حاجة عنده بيبيعها، حتى لو يبيع شقة تمليك ويقعد في إيجار، ما فيش حاجة اسمها يتداين ويقعد في شقة تمليك، ويتداين يبقى عنده موتوسيكل، ويتداين يبقى عنده عربية، متداين وعنده دكان ملك، ما ينفعش الكلام ده. بدل متداين لازم يبيع الكلام ده كله. طيب السؤال التاني، ما حكم طلب كافل أو ضامن أو رهن؟ ده جائز شرعا وده من حقوق صاحب الدين، فالكفالة والضمان من مكلف قادر على الضمان أمر مباح، ولا يشترط رضا المضمون أو المكفول. طب لو تخلف المكفول أو المضمون يدفع الضامن. قال النبي صلى الله عليه وسلم الضامن غارم، وقال في القرآن قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني أنا كفيل به. ومن السنة سمعته السلام يقول عام الفتح العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم. طيب السؤال الثالث، بما أمر الشارع المقترض؟ أول حاجة ما يقترضش غير للحاجة الضرورية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوا الناس شيئا ويغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. تاني حاجة، إذا جاء موعد السداد وانت معك فلوس لابد أن تسد فورا. قال الله تعالى أوفوا بالعقود، وإذا وعلامات المنافق إذا وعد أخلف. طب عند السداد يستحب أن انت تسد والزيادة حبتين بدون اشتراط. عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا وقال إذا جاءت إبل الصدقة قضيناك، فلما قدمت قال يا أبا رافع اقضي هذا الرجل بكره، فلم أجد إلا رباعيا فصاعدا، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. طيب الحاجة الرابعة، إذا جاء موعد السداد ومعكش فلوس ما تقفلش تليفونك، ما تهربش، روح للراجل واطلب الإنذار في الميعاد. ولو كنت مقدم رهن جيب واحد أمين ياخد الرهن يبيعه ويسد الفلوس، لا يجوز التهرب من سداد الديون. طب السؤال الرابع، ما حكم من عنده شدة في المطالبة بالحق؟ واحد عنده شدة جامدة جدا وهو بيطالب بالحق، حكمه ايه؟ ليس لأحد المطالبة بالمال قبل الميعاد، في ميعاد محطوط ممنوع المطالبة به. طب بعد الميعاد يجوز ان هو يشتد والمستحب ان هو ما يشتدش؟ ليه؟ يبقى قبل الوقت المحدد ليس لأحد المطالبة، ولا يجوز قبل الوقت المحدد الصلح على مبلغ أقل. مفيش حاجة اسمها قبل الميعاد، طبعا اللي هو ضع وتعجل. طيب عند الحلول بقى يستحب اللين في المعاملة، سامحا إذا باع وسامحا إذا اشترى وسامحا إذا اقتدى، ده الحديث. طب لو ملنش لا يجوز للآخر التهرب، يجب ان هو يواجهه ويسد له ماله، ويجوز في الوقت ده الصلح على اكتر اللي هو صلح الابراء، او يدي له حاجة تانية مكانه اللي هو صلح المعاوضة. اربعة، عند التعثر يستحب الانذار الميسرة، واذا ظهر مال قبل الوقت، انا انذرته مثلا شهر، طب بعد اسبوع ظهر مال اروح اقفله بقى، يبقى في الانذار غير معاد الدين الاصلي. معاد الدين الاصلي ما اتكلمش غير ما يجي، لكن في الانذار انا في اي وقت يجي له فلوس اقفله. يبقى عندنا
قبل الوقت المحدد بتاع الدين وبعد الوقت المحدد ايه بتاع الدين. ما حكم رجل مخادع ادعى الاعصار؟ ربنا انت هتاخد من حسناته يوم القيامه حتى ترضى. ما حكم المطالبه بالديون في المسجد تجوز؟ الدليل عبد الله بن كعب بن مالك اخبره عن ابي ناوطة قاضى ابن ابي حد رد دينا كان عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت اصواتهما حتى سمعهما النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج اليهما رسول الله حتى كشف سجف حجرته ونادى كعب بن مالك فقال يا كعب قال النبي فقال لبيك يا رسول الله فأشار إلى بيدي أن ضع الشطر من دينك ثم قال كعب قد فعلت يا رسول الله قال يا رسول الله قم فأقضيه قم فأقضيه السجف يعني الستر. السؤال السابع ما حكم المدين لو عاوز يسافر لا يجوز أنه يسافر بدون إذن صاحب التأمين؟